نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع كابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. مدرب فريق النادي الاهلي مجهود كبير يا كابتن سامي جدا 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 لكل اللاعبين وليكوا كجهاز فني المستر كولر للجهاز الاداري. النجاح بيحسب للكل، عشان كده النجاح النهارده محسوب لكل الجهاز الفني وكل اللعيبه والطاقم الاداري. حابب تقول على البطوله الغاليه جدا جدا دي يا كابتن؟ اقول النجاح هيتنسب لجمهور النادي الاهلي يعني. اللي كل المنظومه بتعمل عشان اسعاد جمهور النادي الاهلي. ممكن الحمد لله فرحتنا كبيره جدا النهارده، عشان الحمد لله احنا عارفين جمهور النادي الاهلي وكبرياء النادي الاهلي، ان ما ينفعش فرقه تاخد من النادي الاهلي اكتر من بطوله او بطولتين. فالنهارده الحمد لله كان اكبر رد ليهم ولينا كجهاز فني وكمنظومه كامله كلها، ان احنا نسعى جمهور النادي الاهلي النهارده، وان احنا نخليه فخور بفرقته اكبر، لان هو بيخليها اكبر واكبر واكبر، ودايما الواحد شخصيته بتروح للحاجه اللي بيحبها او اللي شبهه يعني. فالحمد لله بشكرهم على الدعم اللي خلال الفتره اللي فاتت دي كلها كانوا بيقدموه لينا كجهاز واللعيبه وكل منظومه النادي الاهلي. بشكر طبعا الجهاز الفني واللعيبه ومجلس اداره اللي معانا بالكامل النهارده. بشكر كل الناس اللي تعبت، سواء من عمال او جهاز طبي او جهاز دكتور نفسي، دكتور ابو الوفا ودكتور ابو عبله، كل الناس تعبت واجتهدت، دكتور عبد المجيد ووفائي ومصطفى واحمد وكل الناس كلها يعني اجتهدت عشان تخلي النادي الاهلي دايما رقم واحد، وده الحمد لله اللي احنا بنعمله. الحمد لله النهارده بتاكد ان انت رقم واحد في القاره. الحمد لله 11 بطوله اعتقد يعني بيننا وبين اقرب منافسنا كبيره جدا يعني، لان ده هو ده قدر النادي الاهلي يعني. ما هو ده دي مشكله دايما، ان انت دايما الناس بتحارب اللي ناجح يعني، ودي حاجه طبيعيه يعني. لكن الحمد لله كل يوم بتثبت للناس ان انت بعيد جدا، اللي انت في حته تانية، اللي انت بتفكر في النادي الاهلي بس مش متفكرش في اي حد تاني يعني، بغض النظر عن امكانياته او قدرته او اسمه، لكن النادي الاهلي في حته تانية جدا. فانا والله العظيم مبسوط جدا جدا عشان خاطر ان جمهور النادي الاهلي النهارده فرحان وعاش يوم حلو. كان نفسي يبقوا معانا النهارده، وكان نفسي يشوف الاحتفال دوت، لكن ان شاء الله ان شاء الله لسه عندنا بطولات كتير، لسه عندنا دوري عام ان شاء الله نقدر نحسمه، وعندنا كاس مصر، وعندنا سوبر، وعندنا سوبر افريقي، وعندنا كاس عالم الانديه. كل دي ان شاء الله بطولات ان شاء الله تبقى في دولاب النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا. كل الشكر والتقدير لكل نجوم النادي الاهلي، الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن سامي قمصان. فرحه عظيمه جدا جدا هنا في المغرب في اوضه اللبس. لعيبه النادي الاهلي سعيده جدا، لان البطوله غاليه جدا جدا. كل اجتهد الحمد لله رب العالمين، عشان كده ربنا كلل كل المجهودات بالنجاح. وهنقول في كل مره يوم 11 ال11 في الجزيره.